النهايات اخلاق. غدا ابراهيم بقى مع طليقها. حسبي الله ونعم الوكيل، الله ينتقم منك. في اليوم اللي دخلتك حياتي فيه وانا مش مسامحاه، مش محترم ومش نجيف. ده يتحموا مطرح ما راح كان ابن جدي. هو ادم عليا مش حلو. النبي ولا كنت احبه ولا طيب. لما اتجوزنا كان لا شيء. النبي ما كان يجي مره لما يقلدني. دي بطحه حاسس على راسه ان الست دي اللي عملتني. يلا يا غرب 60 داهيه. مرتشي. ده بلاغ رسمي على الهواء. الله 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 الله، ده كلام يتقال برضه. عنده فيلا في زايد. وعنده شقه في العجوز على النيل. بيحاربني. ضيعت مستقبلي. مستقبلك ده مزروع عدم مستقبل يا بنت الكلب. انت عندك اكس واحد بس. لا عندي اكسين. الاكس اللي كنت متجوزاه والاكس لارج اللي بلبسه في الهدوم عشان المقاسات ضربت مني. الاكس التاني ده غلطه عمري. بتضحكي ليه يا اختي؟ دي غلطه عمرك. عبيطه يا ابله. حصل خيانه واكتشفتها صوت وصوره. اكتشفتيها صوت وصوره؟ ايه يا غاده، هو كان مصور الخيانه ورافعها على اونلي فان؟ كنت موجوده في نفس المكان اللي خاني فيه. ايه يا حبيبتي، دي كنت نايمه جنبهم على نفس السرير. فضلكوا بقى اهدوا شويه في الصوت، مش عارفه انام. خفيفه مش لازم ترقعها عاليه. كنت في مهرجان وسابني في السويت وراح خاني. طب ما ماشي بقى يا غاده، مع المهرجان كله بقى شي وراك وفخاد وصدور، الراجل لازم يضحك. وبعدين بص لقاك انت اللي جنبه. لما اتكلم رد بعد كتير، موطي صوته. ايه يا ابني في ايه؟ قال لي مش عارف اعلي صوتي، معلش بس عشان جوزها نايم. قال لي انا في سويت فنانه فلانه ومعانا ناس. قلت له انا مش سامع صوت حد خالص. قال لي بقى ما هم كلهم مشيوا. اصل هم بعد ما خلصوا خدوا بعضهم ومشيوا الخمسه. ابراهيم وبيومي وبلبل وباهر وبصر. يمكن يكونوا فعلا كانوا قاعدين قعده عمل. قعده عمل في السويت؟ امال قعده الانس بتبقى فين؟ دخلتي خبطتي عليهم الباب وبعدين؟ بس سمعت صوتها بقى من جوه بتقول لي عدي علينا يا غدا كمان ربع ساعه، خدي جوزك يكون خلص. مفيش ملام عليها، هي ده شغلها. دي شغلانتها؟ كده اصابع الاتهام بتشير ناحيتك يا بت يا رانيا، خصوصا الصباع الاوسط. طلعنا نتكلم، قلت له انا من اول يوم جواز قلت لك لو خنتني هطلع ميتين امك، وافتكر ان انت خنتني، يبقى ما تلومنيش بقى على اللي هيحصل في ميتين امك النهارده. لا بلاح يمر. انت بتعيطي يا غاده في التوقيت ده؟ لا، ما كنتش بعيط، هو اللي كان بيعيط. وازاي كنت قادره تمسكي نفسك؟ البركه بقى في التشيكن رانش، وحياتك طلبت اربعه بيتزا تشيكن رانش ستافد كراست وقعدت اضرب منهم. انا خلاص بيتحرق الدايت، ما انا يا اختي عملت الدايت وفي الاخر بص لغيري، يبقى بص انا لنفسي بقى. ما اكتشفتيش خالص موضوع الخيانه؟ والله كنت شاكه، لان انا كل شويه على موبايله كنت بسمع الصوت ده. فانا عارفه ان ده صوت شاطه جديد على تندر، اصل انا اكس تندر. بس لما كنت ازنقه واساله يقول لي لا ما تخافيش، الجزار بعت لي بيقول لي تعالى يا استاذ خد اللحمه المسلوقه اللي انت بتحبها. اتاري ما كانش يقصد اللحمه المسلوقه، كان يقصد اللحمه الفاسده. هاي، اجتماعي الاخير مع جمعيه المفشخين في الارض كنا عاملين ندوه تفشيخيه تحت عنوان وليه لسعه وحواراتها واسعه. صراحه انا بقالي فتره بدور على اي شخصيه هايفه موجوده على الساحه عندها حوارات كتير عشان نطلع نلوك عليها. صرف النظر ان النهارده كان في فكره تانية كنا عايزين نتكلم عنها، يعني تكمله الحلقه بتاعت امبارح ومجموعه تكفير اللي هم عاملينها ابراهيم عيسى، طلع يوسف زيدان يرد على علاء مبارك وقال له البيره دي اسال امك ايه يا البيره، ولا كانه يوسف الليمبي. بس قلنا بلاش حلقتين ورا بعض يعني نكسر النهارده بحاجه تافهه. قعدت قصادنا غدا ابراهيم، حاجه مش ترند بس حاجه مرمطه وتفاهه، فهي بينا. الستات انواع، انت اي نوع من الستات؟ انا من نوع الستات الليكرا اللي مع الوقت استكها بيسيب ويتبهوى. انا اتجوز في 2004، شوفي كيرفي كان ماشي ازاي. شوفي قبل الجواز كان كيرفي ايه، وحياتك كان كيرفي ياسمين صبري. بعد الجواز من كتر الزعل واشيل في نفسي بقى كيرف مدان رمسيس. كنت بعمل في السنه 3 4 مسلسلات وفيلم سينما. كل سنه بتعملي 3 4 مسلسلات وحياتك ولا فاكر لك اي مسلسل ولا اي عمل منه، يبقى الجوازه دي بقى في مصلحتك يا غاده. لما تشتغلي ومحدش يحس بيكي شكلها عيره، لكن لما تقعدي في البيت ونقول لك انت فين تقولي انا ما بشتغلش. طلب منك ان انت تقعدي في البيت؟ لا ما طلبش. طب ولما هو ما طلبش منك تقعدي في البيت، امال ايه يا اختي اللي قعدك في البيت؟ اكيد انت اللي ما عليكيش طلب. اصل مين المنتج المخبول اللي قال لهم انا شايف غاده ابراهيم في الدور ده؟ نفس المنتج المخبول اللي بيقول لهم انا شايف ريهام حجاج في الدور ده. انت عايل بيضاوي. اعملي عزومه لفاو، ده اعمل عزومات تعبانه لا قادره اروح شركه انتاج. يعني انت قعدت من الشغل عشان العزومات؟ ما كل الامهات بتعمل عزومات، تخلص شغلها ترجع تخش المطبخ تعمل العزومه، بعد كده تضيفهم وتنزل لهم بالحلو، ولما يمشوا بيبقى لسه فيها صحه طرقه على عيالها بالشبشب على الاكل اللي خطفوه من الضيوف. ما كانش بيسوق، انزل نوصله. كمان بتوصليه انت؟ ده كان عقد زوجه ولا عقد جاريه؟ ياخد 1200 جنيه في الشهر. طب وكنت بتوصليه ليه؟ ده البنزين هيبقى اغلى من ال 1200 جنيه دول. كنت قاعدي جنبك خليه يقور كوسه وافتحوا مشروع مطعم
غاده وجوزها الداده للمأكولات الاونلاين. 1200 جنيه دول ما يكفوش ربع شعر. وحياتك ما يكفوش ربع فرخه، لو في واحد كل يوم ياكل ربع فرخه ال 1200 جنيه طاروا. اول رد فعلي يقول انا محتاج يبقى فلوسي لوحدها. عايز ال 1200 جنيه لوحدهم، يمكن يا غاده كان هيحقنهم جي اتش عشان يتضخموا شويه، عارفه الحاجات دي ما بنحبش حد يعرفها، احنا نقول اننا طبيعي ما نقولش اننا حقنين. سنتين امي ما دخلتش البيت. ما هتخش لكم البيت ازاي؟ اذا كان اساسا انتوا ما بيجيلكوش غير 1200 جنيه، يعني وش مش هتقدموا لها حاجه، ده مش بعيد كمان تقشطوا اللي في شنطتها. بصي الاصل غلاب. غدا انا حاسس انها على طرف لسانك، قوليها يا حبيبتي. يا ابن وزغه. فتره مش عايز يتجوز ورافض فكره الجواز وعايش حياته. طب وده يا غدا ما لفتش نظرك ان واحد رافض الجواز بقاله سنين كتير، في الاخر يتجوزك انت؟ يعني حتى المثل بيقول لك اصوم اصوم وافطر على بصله، لا بصله البصله بقى غاليه، اصوم اصوم وافطر على ترمسه، اكيد كان عايز منك حاجه. بنصح البنات طولوا فتره الخطوبه قد ما تقدر. ايوه بحيث بقى تسلخيها هدايا في الخطوبه، عيد ميلادك وعيد ميلاد امك وعيد طهور اخوكي وعيد الفطر وعيد الاضحى وعيد الفالنتين، وفي النص تقول انا بفكر اغير الديانه، يلا هات هديه عيد القيامه. يخش الجواز وهو قلع بوكسر وقلع بوكسر، وتنطي تجيبه اول عيل تبتدي بقى تسلخيه في العيال، ما يبقاش في صحه يخون وما فيش صحه عموما، فيموت بدري تربي انت العيال على مزاجك بقى. هيعيرك هيفشي هيفشخك. انا بحب الورده، ارجوك عايزه ورد. قال لي ورد ايه؟ ما تبصي في المرايه، انت فاكره نفسك سندريلا؟ انت كبيرك اجيب لك كرسيه هديه عشان يشفط شويه لان الشقه صغيره. ولا حتى بيعمل لك بوش. خلاص يا غاده ما بيعمل لكيش بوش، اشتري انت بوش اب، يمكن الراجل ايده منمله. والدته من حته شعبيه فقالت له ما انا اتجوزي فنانه. فقال لها فنانه مين ياما؟ مين دي ولاقي صايعه يا راجل؟ طب موافق. كل اللي حواليا قالوا لي هو كان اخدك بريدج. قلت لهم لا استحاله يكون واخدني بريدج، هو ممكن يبقى واخدني ترامبولين ينط عليا انطر السما. كان بيشارط عليا اني ما البسي اي حاجه مفتوحه. جدير عليه. ده لا. إيه لا كان بيخاف على امه لان امه كان عندها القلب، فقال لي لو شافتك قلعه والبظابيص طالعه ممكن تفتكرك شلبي بتاع شركه المرعوبين المحدوده تروح فيها. بلاغ لوزيره الثقافه مرتشي بيستغل وظيفته. اه دي بتسلمه بقى على الهوا. قالت له لا فيها لا تاخد فيها. مسؤول عن كل كلمه بتقوليها دلوقتي انت على الهوا. انت على الهوا غاده، هتطلعي بره تلاقي البوكس يشدك وانت مش حمل شليت في ظهرك في الزبده. ساكته ساكته ساكته، اسكت لغايه امتى؟ قال لا كفايه بقى وحياه امك، ما انا ساكته لك. تاني مش معربنه على عركه، تاني معربنه على عمرك. الموضوع هايف ما يستاهلش ان نحرك الشفايف. قصه النهارده حاجه هبله وموضوع اهيف من ان احنا حتى نحرك بقنا، بس بصراحه انا بحب اعمل حلقات تافهه، انتوا عارفين نموت في الهيافه، ولو ان برضه الخناقه بتاعت جمعيه تكفير بتاعت ابو 40 دي مش حاسبها، لازم اتكلم عنها بس امتى الله اعلم. بعد اذنك لو الفيديو عجبك بتبعت بتنشر بتكلم بتدمغ، ما عجبكش قول لي، مش عجبك عندك اقتراح ابعته، لو انت اول مره تشوفنا ولو انت من عتاوله اللي عارفيننا من قبل كده باك باك، ما تنساش الاشتراك. مش عارف حسيت النهارده الموضوع مليان صدور وفراخ وبيض وحاجات كده، يعني ايه بتفعل الجرس توصلك الحاجات الجديده، ترجع تشوف الحاجات القديمه، عندك اقتراح يا ريت تقوله لنا، عندك موضوع ابعته لنا، وكل الهبل ده. وبما اني انسان اهبل وهايف زي حلقه النهارده اكيد اختم بكلمه تافهه، كلمه ايه عليكم؟ غوره.